السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني العريدي. هنكمل أو نتكلم جزئية كنا شرحناها في ليسون 1 اللي هو دي ان اس سيرفر مينوتينج. تمام، دي عملية دي هم عملية تيست للدي ان اس. تعال نبص عليها. تعال هنا نفتح الشاشة ونفتح هنا الدي ان اس. انا فاتح اولا فاتح الدي ان اس، هعمل رايت كليك على الدي سي واقول له بروبرتيز. تمام، هفتح هنا في عندي مونوتين. طبعا في عندي سيمبل كوي اجنت اجنت زيس دي ان اس. دي بتعمل عملية تيست للدي ان اس عشان اشوف ايه الدي ان اس شغال، بيعمل معايا تيست بالنسبة للانترنال. يعني مثلا جهاز بيخاطب جهاز او انا بعمل رزوم في الاي بي عن طريق الدي ان اس، فيبدأ الدي ان اس يشوف هو شغال معايا ولا لا، فبتقول له تيست ناو، فهو بيديك على طول التاريخ بديت وباص يعني هو شغال. لو فيل هيكتب لك هنا ايه كلمة فيل. تمام، كيرز اوف كويز تو دي ان اس، يعني انت لو بتعمل ايه كويز دي ان اس، يعني لو انت مثلا داخل على ويب سايت وما لقيتوش عندك في الدي ان اس، لو راح اجيبه من الدي ان اس تاني، فده ايه كيرز اوف. فطبعا بتدوس تيست ناو، فبيقول لي ايه كيرز اوف اهو والتيست بتاعي. لو انت عاوز تعمل بقى اوتوماتيك تختار بقى تيست انترفال كل مينيت ولا كل سكند ولا كل ايه ساعة مثلا، على حسب. لو عملت هنا ساعتين تمام، شوف انت عاوز ايه. تمام، ده بيعمل تيست، فببدأ اعرف الدي ان اس شغال معايا تمام ولا لا، ولو في اي حاجة ببدأ ايه انزل تحت اشوف الريزلت بتاعتي، الريزلت بتاعت التيست. تمام، وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب ونكمل. اما بخصوص الاي اي اس، انا طبعا لقيت ان احنا دخلنا ان احنا في ناس على دماغنا يعني من فوق بيكملوا شرح في الاي اي اس، بس انا قلت لا كفايه كده، انا عرفتك اللي فيه ويب سايت وانت تشاور عليه. لو في فرصه قدام في 411 412 اتكلم، مش هسكت يعني، لان انا الحمد لله وشكر لي خواب وعوز بدل كلمة. أنا ما بحبش إن أنا إيه يعني أبخل على حد المعلومة، أنا عاوز الناس تبقى عندها معلومة وتبقى كويسة وتفهم يعني تبقى كويسة في بالنسبة اللي هي عندها حصيلة معلومات. تمام، أما في ناس بتطلب منه شروحات غير 410 قدام، بس أنا بمشي بالترتيب وبحاول إن أنا أوصل بدري عشان أوصل للي هو عاوزه، بس ما اقدرش ان انا اخالف الترتيب عشان الناس ما تتوهش مني. تمام، وربنا يوفقني يا رب. تمام، واعذروني على التاخيرات، بس الحمد لله احنا خلصنا كده الدي ان اس. تمام، وهبدا اتكلم معاكم في بعد كده في ميديول 8 اي بي فيجن 6. تمام، ونشوف بقى ايه اللي هنتكلم بقى نشوفه هو الاي بي فيجن 4، ويا رب يطبق عندنا. تمام، موجود اي بي فيجن 6. تمام، بالنسبة للفيديوهات برفعها بعد كده على صفحة العليد جروب. طبعا الصفحة ياريت تشتركوا فيها وتعملوا لايك عشان تتابع كل جديد من الفيديوهات، او تخش على اليوتيوب وتختار صفحة تكتب هاني أحمد تظهر صفحتي وتتلاقي فيديو موجود فيها، وهتتلاقوا فيه بلاي ليست محطوطة بالترتيب اللي انت عاوز تعرفه. تمام، طبعا يعني ربنا يعني ان انا اكمل معاكم ونشرح بقية الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.